وللتعليق على القرارات المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وانعكاساته على الأسواق، ينضم إلينا عبر تيمز من دبي الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. أهلا وسهلا أستاذ رائد. بداية، في ظل معطيات الأسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية، ما هي توقعاتك بالنسبة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي؟ حقيقة حامد، نحن ننتظر اليوم يعني قرار مهم جدا من الفيدرال الأمريكي، ربما لن يأتي بتغيير أسعار الفائدة، ولكن حقيقة المتوقع أن نشوف إمكانية أن الفيدرال الأمريكي سيقدم على تقليص أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. إذا تزايدت الأصوات من خلال الستيتمنت أو من خلال الخطاب الفيدرالي الأمريكي اليوم وبنهاية الاجتماع، إذا تزايدت المخاوف من أن يكون في عندنا تراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي أو هناك ضغط على الاقتصاد، ربما يحتاج الاقتصاد إلى تسهيل وتيسير السياسة النقدية في وقت أسرع مما كان هو متوقعا، وربما يكون هذا الموعد في سبتمبر. حاليا الاحتمالية تقبع عند مستويات 88% أن يكون هناك تقليص لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وفي نفس الوقت ذلك يتيح إمكانية أن يكون هناك خطوة إضافية وتقليص إضافي خلال هذا العام بنهاية تعاملاته ربما في شهر نوفمبر. حقيقة وضع الاقتصاد الأمريكي فريد نوعا ما، ربما تبدأ البيانات الاقتصادية بالتراجع بشكل مفاجئ وفي عدة قطاعات مع بعضها البعض، وربما بدأنا نرى هذا السنس أو هذا الشعور في الأسواق مع بعض التخوفات في قطاع التكنولوجيا، في افراط في الاستثمار، وبعض المخاوف بدأت تظهر حقيقة في الاقتصاد قبيل الانتخابات الأمريكية خلال هذا العام. نعم، مع الأداء الضعيف سيد رائد، كيف ستنعكس هذه القرارات على الاقتصاد العالمي وكيف ستتفاعل معها الأسواق؟ حقيقة نحن ممكن نشوف أو بدأنا نرى فعليا أن هناك بعض التراجعات نسبية في قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال، بعض البيانات التي جاءت مخيبة لآمال المستثمرين، رأينا أنه كان في عندنا الأداء ليس كما هو متوقع بالنسبة لألفابت جوجل، وكذلك الأمر بعض القطاعات من مايكروسوفت كانت أقل من التوقعات كذلك الأمر، فهذا عم يعطيني أنه تحويل في الاهتمام من قطاع التكنولوجيا التي أفرط في عملية الانفاق على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا، ويأتي العوائد على هذا الانفاق على مدى متوسط إلى طويل، وبالتالي ذلك خيب آمال المستثمرين بعض الشيء، رأينا بعض التراجعات على اليو تي 100 أو النازك، ومن ثم كان توجه الأموال نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم سيد رائد، باختصار وفي عجالة، شهدنا ضعف في مؤشرين ناسداك وستاندرد أند بورز، هل يمكن القول أن درجة إقبال المستثمرين تتراجع لصالح الأسهم الدفاعية؟ حقيقة انتهت هذه الفترة، نحن عم نشوف حاليا كان هناك ضغط وكان تراجع الناسداك بشكل واضح، وكان في عندنا أسبوع أحمر نسبيا، ولكن الآن بدأت تعود تدريجيا الرغبة بالمخاطرة على قطاع التكنولوجيا، وسوف يعود مرة أخرى لتحقيق قمم ربما جديدة، خصوصا مع الحديث عن أنه يكون في عندنا تحفيز للاقتصاد. نعم. بتخفيضات بأسعار الفائدة، فهو الأبرز حاليا في السوق. نعم سيد رائد الخضر، كنت معنا عبر تيمز من دبي، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.